المفروض زيكا ما يكونش في الجزائر نظرا لخصوصيته، يعني حتى الأرضية والمحيط وكذا ما يناسبوش، لكن في حالة ما إذا كان أي حالة ربما من الناس اللي يتنقلوا عبر الناس اللي يتنقلوا في طائرات سفر كذا إلى غير ذلك، فإحنا عندنا الوسائل الكافية سواء من الناحية المادية أو البشرية للتصدي لهذا المرض. يبقى الآن مطلوب من كل المواطنات والمواطنين هو الحذر، لا بريفونسيون، الوقاية. وقلنا بعد ما كومينيكي وين قلنا بانه لازم مع التغيير تاع الجو الان مثلا لاحظوا بانه كان سخون الحال برد بعدين سخن بعدين الان راهو عاود يبرد حسب لا ميتيو الجو راح يكون بارد، فلا بد انه على المواطنين الحذر والحيطه